تستعيد إيطاليا الحياة جزئيا مع نظام حرية مقيدة وخاضعة للمراقبة بعدما كانت أول دولة عزلت كامل سكانها، لكنها تبقى تحت رحمة عودة محتملة لوباء كوفيد 19. وبعد قرابة شهرين من العزل تعاني إيطاليا من اقتصاد متعثر ومن صدمة كبيرة جراء وفاة حوالي 30,000 شخص، وسيسلك حوالي 4,400,000 موظف لا يمكنهم القيام بعملهم من بعد طريق الورش والمستودعات والمعامل أو المكتب، محافظين على المسافة الآمنة بما في ذلك في وسائل النقل العام التي تعمل بقدرات مخفضة وحيث ينبغي ارتداء أقنعة واقية. كان من الأجدى فتح البلاد سابقا، ولكن مع تعليم كيفية التنقل مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي خصوصا الأطفال. وبات يسمح للإيطاليين بالتنزه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق إضافة إلى زيارة أقرباء في المنطقة نفسها، إلا أن 8,500,000 تلميذ لن يذهبوا إلى المدارس على الأرجح حتى أيلول سبتمبر، ولن يسمح بالقيام بنزهات لتناول الطعام في الطبيعة ولا بتمضية عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ في الأيام المشمسة. Con lo spirito spero positivo, cioè che sia un'altra fase in cui. فلنبدأ المرحلة الثانية بإيجابية. علينا أن نكون متعاونين وأن نتأقلم مع هذا الوضع بهدف استعادة الحياة الطبيعية بأقرب وقت ممكن. وحتى حزيران يونيو في أحسن الأحوال، لا حانات ولا مطاعم مفتوحة، مع السماح ببيع الطعام والمشروبات من الخارج.